بطل سباحة وفروسية، بطولات محلية ودولية، له نشاط في مجال التوعية وتغيير ثقافة المجتمع اللي بيتكلم فيها عن احترام الاختلاف. يحيى حصل على الدبلومة الأمريكية بتفوق، والتحق هذا العام بالفرقة الأولى إدارة أعمال جامعة إسلاسكا، وكان من التميز أنه هو تم اختياره ليكون أول داون سيندروم يلقي كلمة الخريجين باللغة الإنجليزية. أحلام يحيى وطموحاته ملهاش حدود، هو بيحلم أنه يتخصص في مجال الإدارة الرياضية. البطل شهاب الدين عادل خميس، بطل سباحة محلياً ودولياً، التحق بنظام الدمج التعليمي ومر بكل مراحله التعليمية، كان مجموعه في الثانوية العامة 92%، شهاب في الفرقة الثانية في كلية أداب قسم تاريخ في جامعة القاهرة، وده إلى كونه عضو فعال في اتحاد الطلبة في الجامعة. مساء الخير. انا بحب التكريم ده جدا، وبشكر السيد رئيس الجمهوريه، بحبه جدا، والحمد لله. انا انتوا عارفين شاب طالب كام القاهره، انا بحبكم جدا. ونفسي اقول بحب أشكر رئيس الاتحاد السيني لشؤون العاقة طنط أمل عبادة، وأنا عايز أقول الحمد لله. أنا عن نفسي أنا بحب الدراسة والرياضة جدا، وإن شاء الله أكمل المشوار، أكمل تعليمي أكتر وأكتر. أنا مش استسلم ومش انسحب عشان بحبك أوي يا سيد الريس، عشان حضرتك طيب وغلبان جدا، وكلنا في دارك يا سيسي. وأنا نفسي أقول للفنان مصطفى شعبان وبيومي فؤاد، نفسهم أمثل معاكم، ونفسي أغني مع الفنان حسين الجسمي، وعامل حاجات كتير أنا بحبها جدا. أنا عضو مركز الإدارة في الاتحاد في الأسف القدر الأفريقي، وعايز أشكر كل الناس في الأسف القدر الأفريقي وعدد القادة. الحمد لله أشكر الله، وبحب أشكر الدكتور بتاعي سيد رئيس جامعة القاهرة اسمه محمد عثمان الخشت. وبحب أشكر كل أصحابي بيساعدوني في المحاضرات، حتى المذاكرة في البيت من برا البيت. وأنا عايز أقول أنا إن شاء الله أقابل حضرتك يا سيد الرئيس تاني، وأصور مع حضرتك، وشجعني قريب قوي عشان نفسي أعمل حاجات كبيرة، ونفسي لما أكبر تبقى عندي 40 سنة أشتغل وأقرأ مذيع عشان ويندنج وكل الحاجات الحلوة دي. ونفسي أقول الشعر النقطة بتاعي قدام سيد رئيس الجمهورية. عايز اقول اكتر حاجة ديك امل في حياة انك تعيش بالذات من نفسك، انك تعرف تعمل كل حاجة، ولا اقولك ساعة مستحيل،
مش هتعرف، مش هتقدر، مش هتقدر تكون مش قادر تعبر عن جواك، ومش قادر وأقول واكلي، ولا حتى مش شايف طريقة هيك، بس طريق محفوظ قلبين، زاد عندك تيتا، من هيجي 7000 سنة، وأنا من واحد ربنا، الدنيا ده رسمنا المصريين، وأنت حاكم فينا المغول، ونزل 100,000 غول، وكل يوم نازل عون، وأنت عاملين افتح كتب تاريخ ويا اخي كتاب اهل دولة الان لما كان كنت راب يحفظ بلادنا يا الله رئيسنا برضو كريم فالدار ما شاف طريق حتى برك بلاده كان برك كان خليق احفظك عزيزي عايز اختارك رئيسي انا من برك ربك والشعب في ظهرك بنفس الفريق انت بتبني لما اخيك مغلط واحنا شايفين عمال يغلط يحفظ بلادنا يا الله ونفسي اقول لسيادة الرئيس انا بحبك قوي احلى اب شفت في حياتي كلها سيادة الرئيس الجمهورية كل التحية للبطل الجميل شهاب الدين عادل خميس بطل عمرو أيمن طه بطل في تنس الطاولة بطولات محلية ودولية وهو كمان سباح ماهر عمرو التحق السنة دي بالفرقة الأولى بكلية أداب قسم اجتماع بجامعة القاهرة وبيحلم بالتتويج العالمي في تنس الطاولة البطل عمرو أيمن طه سياكم انا كليه اداب قسم اجتماع انا اشكر الدكتور عامر معده اتحيت انا ان شاء الله حلم انا مقال نازل وشاخر وعايز كرس وان شاء الله انا عرس انا بحب العيد كرهيني قوي قوي واشوف تاني انا بحب الدكتور عامر معده اتحيت وان شاء الله أنا عايز أفهم على مصر، أنا بس أنا سافر تركيا شهر 3، عايز أكلوا أشكروا لي عشان أنا بحبك كلكم، شكرا جدا والسلام عليكم والسلام عليكم وتحية مصر، وشكرا لرئيس الجمهورية وأنا بحب وشوفوا تاني بيت، شكرا. شكرا للبطل عمرو أيمن طه. البطل إبراهيم الخولي بطل العالم في التنس إلى جانب البطولات المحلية والدولية وهو كمان عضو اتحاد الطلبة في جامعة CIC وعضو فريق الكشافة في نادي المعادي بيشغل الآن منصب مساعد باحث في الجامعة الكندية وده بعد حصوله على بكالوريوس الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون وهو أول معيد داون سيندروم في مصر شباب انا اول معيد في الجامعه الكنديه طبعا لسه اتمنى حتى اوف كامبي طبعا اشكر رئيس الجمهوريه فتح السيسي بحبه جدا هو كانه اب هو يعني هو مفروض انا بحبه جدا وانا اول معيد في مصر كمان في الجامعه الكنديه اعلام كيوس اعلام وبعد كده أشكر حبيبي هو شيخ علي جمعة
واشكر دكتوره امل مبدا وكمان نسي شكرا هي ماما اسمها ايمان والي انا بحبها جدا هي وقفت معايا جنبي واحنا كمان احنا ما فيش خوف احنا في قوه تعني افوز ان مستطاع تعني اكون شعب محاوله. شكرا للبطل ابراهيم الخولي. البطل مصطفى محمد نوفل من محافظه الغربيه، بطل تنس طاوله والعاب قوى وكره خماسيه. بسبب عرض الأزياء اللي تم تقديمه في النسخة الأولى من قادرون باختلاف، استعانت به شركة من الشركات، شركات الملابس، علشان يكون هو وزميله محمود أول عارضي أزياء من متحدي متلازمة داون، والآن بيعمل كعارض أزياء لعدد آخر من الشركات. البطل مصطفى محمد نوفل. البطل محمود عادل عبد الحافظ، بطل العالم في السباحة إلى جانب ممارسته للتنس الأرضي وكمان تنس الطاولة. بعد مشاركته في عرض الأزياء تعاقدت معاه نفس الشركة علشان يعمل معاها كعارض أزياء لملابسها، وتم ترشيحه هذا العام لبطولة فيلم سينمائي عن ذوي الهمم، وهيتم عرض الفيلم ده في المهرجانات الدولية. البطل محمود عادل عبد الحافظ. مبروك للبطل محمود عادل عبد الحافظ. النجاح عادة بيكون وراه أم وأب أو أم و أو أم أو أب، ولكن ساعات بتكون أخت أو ممكن تكون خالة، ممكن تكون عمة، وفي بعض من الأحيان ممكن كمان تكون زوجة أب. النهاردة الحقيقة هنكرم ناس قامت بدور صعب، دور ما كانش مفروض عليها، ولكنها قامت بيه بكل حب وبكل عطاء، كل تضحية وبكل تفاني. الأنسة دينا طارق محمود. دينا أخت سيف من متحدي الداون سيندروم، رغم صغر سنها إلا أنها كانت المسؤولة عنه بحكم فطرتها وعاطفتها تجاهه. رغم المسؤولية الكبيرة اللي تحملتها وهي صغيرة، دخلت كلية الإعلام واستمرت في دعم سيف في الفن وفي الرياضة وفي التعليم،
وما زالت بتكرس وقتها مش بس عشان أخوها ولكن كمان لزملائه من متحدي الإعاقة. هي دايماً بتكون متطوعة في كل الأحداث الخاصة بيهم. السيدة سامية حليم أمين تكفلت برعاية بنات أختها بعد وفاتها وأصغرهم هي فريدة من متحدي متلازمة داون. فريدة بطلة الجمهورية في السباحة وهي كمان عازفة أورج وعضو في كورال الأوبرا المصرية. فهنا أصبحت هي الأم الحقيقية مش الخالة. السيدة فاطمة إبراهيم عبدو ليست أم وليست خالة ولكنها زوجة أب، ولكن الأب عرف يختار الشخص الصح عشان يساعده ويشيل معاه المسؤولية ومنتهى الإخلاص ومنتهى الحب. وأصبحت والدة هشام من متحدي التوحد. هشام بطل سباحة وألعاب قوة. هشام نجح في الثانوية العامة بمجموع 85% وهو الآن طالب بالفرقة الثانية كلية تجارة جامعة عين شمس.